استخدام مطهر الأيدي لا يغني عن استخدام الماء والصابون، ولكن في حال عدم توفر الماء والصابون فمعقم اليدين يقوم بتقليل الميكروبات الموجودة على أسطح اليدين. اعلم أن معقم اليدين يعد غير فعال على الأيدي المتسخة جدا. عند اقتنائك لمعقم اليدين يجب الحرص على أن يحتوي على نسبة كحول لا تقل عن 60%. الطريقة الصحيحة لاستخدام مطهر الأيدي: ضع كمية مناسبة على كف اليد وقم بالفرك جيدا متخللا بين الأصابع وظاهر اليدين وتحت الأظافر. استمر بفرك اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية.